واحد يتخيل سيارة أحلامه بطريقة مختلفة. البعض يختار على حسب شكل السيارة، أو حسب معايير السلامة، أو حسب قوة السيارة. بس الغاية واحدة، هي إنك تنتقل من نقطة ألف لين نقطة باء. عالم السيارات عالم واسع، خلونا نكتشف هالعالم من خلال برنامجنا شارع عشرة. في وايد من الناس يركبون السيارة يدقون سلف ويحركون، بس أغلبهم ما بعرفين شو يصير داخل السيارة. وفي هذه الفقرة راح نتكلم عن أجزاء السيارة وشلون طريقة اشتغالها. تكلمنا قبل عن الماكينة وشلون تشتغل، وإن عندنا ثلاث أشياء أساسية لاشتغالها: الهواء والشرارة والبترول. وفي حلقة اليوم راح نتكلم عن ثلاث أشياء: أنواع البترول حق السيارات، خزان أو تانكي البترول، وكيفية انتقال البترول من التانكي للمكينة. في أنواع وايد من البترول حول العالم، لكن الأكثر انتشاراً هو البنزين 92، 95 و 98، واللي موجود عندنا في قطر هو 91 و 95، وهذه الأرقام ترمز حق نسبة الأكتان اللي موجودة في البترول اللي تساعد على سرعة احتراقه داخل الماكينة عشان تعطي القوة اللازمة لتحريك السيارة. يعني كل ما ارتفعت نسبة الأكتان كل ما كان أحسن وأنظف. إذا تبون تعرفون شنو نوع البترول المناسب حق مواتركم، في ستيكر مكتوب فيه شنو النوع اللي الشركة تنصح باستخدامه. وبعض المكاين تشتغل بالديزل اللي هو نوع من أنواع الوقود. يختلف مكان التانكي من سيارة لين سيارة ثانية، لكن أغلب السيارات يكون مكانه في الجزء الخلفي من السيارة. بعض السيارات فيها خزانين، واحد كبير أساسي والثاني صغير احتياطي. التانكي يخزن البترول اللازم حق مسافة ممكن توصل لين 600 كيلومتر. سيارات الدفع الرباعي والشاحنات خزاناتها أو توانكيها أكبر من السيارات الصغيرة. الحين بنتكلم عن كيفية وصول البترول من التانكي لين الماكينة. مثل ما كلنا عارفين أن البترول موجود داخل التانكي ويكون سائل، ويحتاج حق فيول بامب عشان ينسحب البترول من داخل التانكي. طبعاً الفيول يكون فيه فلتر وفيه عوامة، وهذه هي اللي تقيس مستوى البترول داخل التانكي. طبعاً بعد ما ينسحب البترول من الفيول بامب ينتقل عن طريق هذه البيبات اللي تكون موصولة من التانكي لين فلتر البترول اللي هو ينظف البترول وينقيه من الشواب. وبعدها ينتقل البترول من الفلتر لين البخاخات اللي بدورها تقوم توزيعه على غرف الاحتراق. والبترول عشان يحترق لازم يكون بحالة غازية، وهالشيء يتم عن طريق البخاخات اللي تحوله من سائل لين رذاذ لين بخار عشان يحترق بشكل ممتاز داخل السلندر. منظم البترول أو الفيول ريجليتر وظيفته هي إنه يحافظ على ضغط البترول عشان يخلي البخاخات تشتغل بشكل صحيح، يعني ضمان توفير كمية مناسبة من البترول عشان ترشها بالكمية الصحيحة داخل السلندر. لما يولع ليت البترول عندك لا تحاتي، لأنه راح يكون في التانكي بين 10 لين 15% من مستوى البترول داخل التانكي، وهو يمشيك تقريباً من 50 كيلومتر يوصل لين 130 كيلومتر في بعض السيارات. وهالشيء ما يعني أنك تخلي الليت والع بدون ما تعبي، لأنه ممكن هالشيء يأثر ويقصر من عمر الفيول بامب.
معلومة بسيطة ممكن تفيدك، لو رحت تصب بترول وما بعرف وين غطى التانكي يمين أو يسار، في سهم أو علامة موجودة في بعض السيارات عند جيج البترول يحدد لك وين مكان التانكي بالضبط يمين أو يسار. متواجد حاليا في وكالة الأودي، راح نشوف شنو السيارات الجديدة اللي عندهم وبالأخص الكيو 8. راح نتعرف على السيارة ونشوف شكلها ونشوف شنو مواصفات هذه السيارة، فخلكم معنا. شركة أودي غنية عن التعريف كونها شركة ألمانية، وكلمة أودي كلمة لاتينية معناها استمع، وهي اختصار حق أوتو يونيون دوتشلاند إنجلشتوت، معناها اتحاد السيارات الإنجلشتوت الجمهورية الألمانية الاتحادية. وشعار الأودي هو 4 دوائر وترمز حق 4 شركات. أول دائرة هي الأودي، والثانية دي كي دبليو، وثالث شركة الهورش، أما رابع شركة اللي هي وارنر، وهذه 4 شركات يمثلون شركة واحدة. انفصلت الأودي عن 3 شركات وأسست أول طراز لها اللي هو الصالون تحت مسمى أودي AF103 في سنة 1965، ومن بعدها بدأت تحقق نجاحات حول العالم. سامر مرحبا استاذ عبد الرحمن، شلونك؟ اخبارك؟ تمام؟ اهلا فيكم. الحمد لله تمام. سامر، لو بنتكلم عن الكيو 8 تحديدا، يعني بما انها فئه جديده نازله من الاودي، فكلمنا عنها، شنو المميزات في هذه السياره؟ هلا فئه الكيو 8 تعرف انها فئه جديده نازله من سلسله الكيوز. تعرف الكيوز عندنا كيو 1 كيو 2 كيو 3 كيو 5 كيو 7 ونزلت هلا الكيو 8. ميزه الكيو 8 عندك اياها دفع رباعي اداء رياضي. الشغلة الثانية، هيدا الشكل الجديد اللي نازل اللي هي SUV كوبي. الكيو 8 اجي عليها S Line Kit، وهو يعطيها تنفيخ حق البدي، وعليها ماتريكس لايت اللي معطيها شكل هجومي مع الشبك الكبير المتميز. وسبب التمييز إنه لو كنت تسوق وشفت السيارة اللي وراك بالمنظرة تعرف إنها أودي. وفي بعد قطعتين في الشبك وهم لنظام اسمه أدابتر أوف كروز كنترول، وهو نظام الرادار اللي إذا ثبت سرعة السيارة وجاتك سيارة قدامك سرعتها أقل من سرعتك تلقائياً راح تخفف السرعة وتساويها مع اللي قدامك عشان تحافظ على المسافة اللي بينك وبين السيارة اللي قدامك. ولو راحت السيارة بترجع سرعتك نفس السرعة اللي كنت مثبت عليها. الحين شو اللي يميز لك في الداخل؟ قلت لي فيها وايد اشياء في الداخل. اول شيء عندك هلا تقنية الاودي الجديدة، اذا بتلاحظ صارت الكونسول كله جديد. مثلا عندك 3 شاشات، عندك الفيرتشوال اسمه فيرتشوال كوكبيت اللي هو السايق بطل يركز عندك. اذا بتلاحظ طلع على النافيجيشن مثلا، فيك تكبر نافيجيشن فيك تصغره. هاي ميزه، يعني السرعه، الراديو، تتحكم بكل السياره من الشاشه الاماميه. ومع انه عندك الشاشه هيدي اللي هو عندك الاب كونكت، الكار بلاي، الراديو، الميديا، التليفون نافيجيشن، واللي تحت الشاشه التحتينيه اللي هي بتتحكم بالمكيف، تبريد الكراسي. حتى اذا بتلاحظ الكراسي جاي سبور وبنفس الوقت مريحه، وبلس عندك الاوبشن الزايد اللي حاطينها اللي هي الكراسي المساج لكرستك وكرستي. طلعت من وكالة الاودي وخذت الكيو 8، راح اجرب الموتر واسوي له تست درايف واعطيكم اهم المعلومات اللي في السياره واكثر شيء عجبني فيها. مكينة الكيو 8 6 سلندر توين تيرم، تولد 340 حصان مع ناقل حركة 8 سرعات. فيها تكنولوجيا الميد هايبرد،
هو عبارة عن محرك كهربائي، وظيفته إنه يشغل السيارة بنعومة وسلاسة وهدوء تام. السيارة فيها نظام للدرايف سيلكت اللي هو تختار وضعية السواقة اللي تبيها، مثلاً تبي الكومفورت اللي هي راحة، أو تبي توفير البترول، أو الدايناميك. وهذا هو اللي يميز هذه السيارة، لأن لما تختار الدايناميك يعطيك شعور رياضي أنك تسوق سيارة سبورت، بما أن فيها سسبنشن هيدروليك ينزل السيارة يعطيك ثبات في السواقة ويعطيك شعور رياضي بحت. الكيو 8 أحد السيارات اللي أبدعت شركة الأودي في تصميم داخليتها. طبعاً مثل ما نشوف ثلاث شاشات اللي تميز فيها الكيو 8، كل شاشة لها عدة مهام أو عدة وظائف. الشاشة اللي تحت تقدر عن طريقها تتحكم في المكيف، في الكراسي، أو في أنظمة الأمان اللي في السيارة. والشاشة اللي في النص تقدر تتحكم عن طريقها خصائص السيارة في الراديو، في الميديا، في التلفون، وعندك أكثر من خيار تقدر تختاره من الشاشة. وبالنسبة للشاشة اللي في الطبلون فيها العدادات وفيها معلومات السيارة، وتقدر بعد عن طريقها تتحكم في كذا وضعية للسواقة، بالإضافة لأنك تقدر تخلي الشاشة كلها نافيجيشن عشان ما تلتهي مع الشاشة اللي في النص. صراحة الكيو 8 موتر جدا فخم وشكليا وايد حلو، ومعطيك طابع رياضي بالاضافات اللي مسوينها على الموتر. وحتى الداخلية جدا فخمة وراقية، وخصوصا البيانو بلاك معطيها شكل خرافي للداخلية وهادي للعين. الحين خلي احطها كومفورت واثبت السرعة، بعدها سوي ريلاكس وشغل المساج. الموتر كسواقة وأداء وأنظمة جدا جميل، يعني حتى الداخلية، داخلية الموتر وايد حلوة وراقية، تحس إن الموتر فخم. لكن أنا مو بهالموتر اللي أنا أنتظره، أنا أنطر الأودي كيو 8 RS. راح أنا أشوف شنو الإضافات اللي راح يحطونها في هذه السيارة، وإن شاء الله أن نحصل فرصة أن نجرب الموتر بعد ما ينزل. الحلقة اللي طافت خلصنا من تركيب الجير العادي، تحضير البدي حق تركيب الماكينة. بعدها رحنا حق جراج شعاع المحيط عشان ناخذ الأغراض الناقصة حق تشغيل الماكينة، ووديناها حق جراج تلافكو عشان يركبونها. جاء الوقت اللي نركب فيه الماكينة، بس قبلها لازم نركب الكلتش اللي يوصل ويفصل الجير عن الماكينة. نرفع الماكينة نقرب البدي نفك البانة نقرز لقطة، تبدأ عملية إنزال الماكينة في البدي. وبعد ما ركبنا الماكينة نركب السلف ستارتر ونوصل الضفيرة الكهربائية، نركب الراديتر، وبعدها نركب الإكزوز. نصب ماي في الراديتر، آيل الماكينة، آيل الباور.
يا وقت الجد، ركبنا المكينة وبدلنا الجير، ركبنا جير عادي. الحين لازم نجرب الموتر ونشوف إذا فيه مشاكل أو لا. إذا أموره طيبة راح نوديه الجراج الثاني عشان نشتغل على كهرباء الموتر. مبدئياً الجير تمام، يعني جربته الحين بالريوس أوكي. خلنا نطلع الشارع ونجرب تبديلاته شلون. الحين أول وثاني أوكي، ما في لا لكشة ويركب على طول. الثالث تمام، الرابع زين. حد الحين الجير تمام، فبنجرب الحين نجرب ندعس فيه نشوف شلون إذا أوكي ولا لا. الجير تمام، ما في لكشة ما في شيء. طبعا الجير يابس شوي لأنه توه راكب، فإن شاء الله بعد ما نسوقه مع السواقة راح يلين ويصير أخف. الكلتش خفيف لأنه جديد، ف يعني الحمد لله ميزانيته أوكي، كل شيء تمام فيه. جربت الموتر أوتوماتيك وجربت الحين بالجير العادي، طبعا فرق 180 درجة. جربنا الجير، راح نشوف الدبل إذا شغال مو شغال، إيش اللي فيه إيش اللي ما فيه. الحين هذه الدقمة، دقمة الدبل. اوكي الدبل شغال، خلينا نشوف. اوكي الدبل اللي هو شغال واموره طيبه. الدفلوك فيه مشكله، ف بنشيك عليه نوديه. اسكندر، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. زين الحمد لله. 100 زين. هاي السياره انا جبتها ابي اركب صداديم، صدام ورا صدام قدام. ايوه ليتات قدام اوكي، ليتات ورا اوكي، كامل ابي. شوف ابي تشيك بعد على الكهرباء ان شاء الله. كل شيء كل شيء. شوف هاي واير مال الحساسات، ايوه كنسل اوكي، ورا قدام ايوه، فيوزات كل شيء كل شيء، ابي تشيك كهرباء كامل ان شاء الله. وشوف الدفلوك بعد، دفلوك بعد ايه، تشيك دفلوك، شوف شنو المشكلة. عشان نستفيد من الوقت بخلي الشباب يشوفون سالفة الدفلوك وبروح مشوار قريب. الحين بناخذ الأغراض اللي ناقصتنا في السيارة اللي هي الاكسسوارات الخارجية مثل الصداديم والليتات. خلكم معانا، خلنا نشوف الاغراض اللي موجوده هنا وبناخذها. السلام عليكم. السلام. دنيش كيف حالك؟ الحمد لله. زين كل شيء تمام. شوف ابي صدام قدام، صدام ورا مال جاكس 2004، وجهيه كامله، ليتات شبك ايه. وشفت هاي العلامه اللي فوق البانه مال تويوتا؟ لا لا سيلفر نيكل. شنو بعد؟ طرابلات مال جامه كله، يلا 6 غبار. اي 6 غبار. الشباب مستمرين في الشغل. الحين خلصنا من وجهية الموتر، ننتقل حق القطع اللي ورا. وأخيراً نشيك على كهربة الموتر
بالكامل. ركبنا الصداديم، ركبنا الليتات، شيكنا على كهربة الموتر كاملة، وكانت في مشكلة في الدفلوك وعدلوها الشباب هني في الجراج. للحين باقي الشغل ما خلص، لأن راح نودي الموتر نشيك عليه ونشد بديه كامل.